عليكم السلام ورحمة الله شيخ الغالي. تفضلي يا أختي. ليا سؤالين يا شيخ بعد إذنك. تفضلي. أنا عندي الذهب بتاعي ده ذهب اللي هو كان جاي في مهري اللي هو بتاع زواج يعني. نعم. وأنا زودت عليه. طيب. فأنا الذهب ده أطلع عليه زكاة كام؟ أو أطلع زكاة مثلا أنا ما كنت من يوم أنا متجوزة من 10 سنين وأنا ما طلعتش الزكاة، أنا كنت بعته وبعدين رجعته تاني. وجبت جزء في جزء، فمش الكمية اللي عندي دي مش جايباها مرة واحدة، فأنا الزكاة بتاعته أفهمها إزاي؟ إذا بلغ النصاب وبعد بلوغ سنة من بعد سنة من بلوغ النصاب تزكي عليه جميعا. طيب بنقدر القيمة إزاي؟ تقيميه بكم الذهب هذا وتخرجي ربع العشر. ربع العشر تمام.